قبل ما تموت بيوم ما عرفتش انام، نار قايده في قلبي. فجوزي يقول لي في ايه؟ اول ما اعمل كده اقوم، عارفه احس نار قايده في قلبي. فقال له، قلت له بنتي هتموت. قال لي ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتقولي؟ فقلت له انا بقول كده وانا بقول لك ان هي هتموت. الصبح ماتت. رحت لها، بس كمان هقول حاجه غريبه. رحت طبعا، كان وقت كورونا وكان صعب ان انت تخشي، وهي كانت على جهاز، فانا كانوا بيدخلوني اكيد بلبس فانا دايما بحط ايدي على رجلها كده وبقرا ياسين وبقرا قران وبقرا ادعيه. فقلت له ممكن احط ايدي على جبهتها، على جبينها، لان انا في دعاء عايزه اقراه. قال لي اه. فهنا عرفت ان هي هتموت. حطيت ايدي قريت الدعاء وكده، وانا خارجه كاني بودعها بعمل كده، اقسم بالله شميت ريحه ايدي ريحان.